السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله هاني راح نكمل معاكم لا فيديو تاع البارح. بزاف مشتركات سقساوني كيفاش نلمع لي زيليمون تاعي، يعني كيفاش نتعامل مع لو بوا تاع لي زيليمون ديالي. انا ما عنديش 36000 سوليسيون، عندي دو برودوي نستعملهم. الاول نحكي لكم عليه، هذا لقيتو عندي واحد تعرفت به صافي واحد 3 موا، واسمو ويز كيتشن كلينر. انا كي شفت هكا لي زيليمون فهمت بلي دابخي واش كتبوا ميتي سيرفاس تاع لا كويزين وين دار اوسي لي زيليمون، شريتو ريسكيت ما كنتش نعرفو، جبتو كي درتو للتنظيف تاع لي زيليمون ديالي يبان حالي الدهون، فرحني هايل بزاف شباب. ايبا انا هذا كي سييتو فوق الخامه تاني كيعطاني اون بروبرتي امبيكابل، عطاني نقا هذاك اللي نحبو. بصح شحا فيه ما نكذبش عليكم، نخليه غير يعني نخليه غير لي زورجونس. انا هذاك وتشوفوا والله غير عندي واقيلا فايت 3 شهور، يعني شوفوا كمان ومازال فيه، نخليه كي نكون مزروبه ما عنديش الوقت ولا يكون خلاص لي البرودوي اللي نخلطو انايا. دي فوا نخلي يكون خلاص لي سكي فين نديرو. يسمى الناس اللي ما تحبش الخلطات الطبيعيه اللي انا نشوف بليك هي الخلطه لا ميور، هذا البرودوي هاي حوسوا عليه. انا شريتو 30000 فوالا، هذا لي زيليمون دو كويزين والخام ما شاء الله. فوالا نولي لو برودوي لي دايما نستعملو انا هو الخل حبيبي الخل، و اي منظف منظف كيما انا نستعمل هذا اجاكس علاش يعجبني ونشريه ماغري في واقيلا 25000، بصح نشريه علاه باسكو يشد لي. انا هذا هو نورمالمون ميتي سيرفاس وسورتو للارض، انا جامي نمسح به الارض، الريحه تاعو واش نقول لكم ريحه الكاليبتوس، واش نقول لكم ريحه النقا هايل. انا صافي كانت القرعه تانيك شحال عندها ملي هي عندي، انا هاد لو هاد الزوج يعطوني خلطه ما شاء الله، الحطب تاع لي زيليمون ديالي للرخام للفريجيدار هايله. واش ندير انا هنا عندي فابو، هذا الفابو شريت هدايا تاع الفيتر تاع برودوي اورو، يعني مع كل احتراماتي الاورو انا يعني هاد لا مارك نستعملها في لافلانج ديالي، مي في 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 الزجاج ما عجبتنيش، في المرايات ما عجبتنيش. انا هايليك استعملتها فوق القلب اي خلاصت دوكاتيك، نعود نديرها انا نحب كي يفرغوا لي هادو ما سورتو لي تكون ترونسبارونت. انا استعملت ستيكرز هاهو ليك دوك نكتب فيه بليك هذا تاع كيتشن كلينر تاع الكوزينه وتاع لي زيليمون، اكتبوا بالطباشير. واش ندير؟ ندير كميه تاع الخل، نقولوا مثلا قيس كاس خل ولا نقولوا نص قرعه تاع الخل. بسم الله انا واش ندوموندي لكم تجربوا، ماكو خاسرين والو، خل الابيض بصح الخل يعني لو فينيغ تشروه سيوه ورجعوا لي الخبر. كاين ملاحظه فقط، يعني دوك كل وحده وال يعني الدرجه تاع الاوساخ اللي عندها في الكوزينه. انا هاد الخلطه بالذات كي تكون يعني فريمون الحاله يعني غراف تنسيستيو يعني تفابوريزيو على المنطقه اللي راهي ليك مسخه وتصبروا وتحكوها وتعاودوا ايبا تلحقوا النتيجه يعني اللي على بالي انا متاكده بسك نخدم به بزاف، وهذه هي طريقه تاعي واكو شتوها عجبتكم يعني لو ريزولتا عجبكم. نديروا كميه ماشي بزاف باش ما يديرناش الغاوي، ها قيس واحد البوشون بوشون ونص. انا هنا هاي ريحه الخل تخبات كاع راهي تريح اجاكس، شوفوا القرعه الله يبارك. والاهم من هذا كامله صدقوني انا عندي اون بروبرتي واحد النقاء ما شاء الله ويكونوميزيت دراهمي. قبل ما نروح انا نميت لكم كاع لي برودوي لي والله غير خلاصوا لي قرديت القرا غير باش نحكي معاكم عليهم. انا واش نقول لك قبل ما نحكيو على لي برودوي الخير، قبل ما نكملوا على هاد البرودوي نديروا انا وياكم تحدي يسمى نتفاهموا. واش تقولوا ابارتيغ دو سو موا ولا لو موا بروشان، كل وحده وقتاش تخلص ولا وقتاش يخلص راجلها ولا، وديروا ورقه وستيلو المواد اللي مارفين تشروهم كل شهر، يعني كل شهر جو سي با وحده عندها 120. انا كنت انا يا حصراه انا واش شريت لي برودوي واش سييت يعني باش لحقت الخلطه تاع الخل سما جي غولي ما بوس. الوغ اللي عندها 150000 تحط لا مواتي
ولا لا توتاليتي في شحيحه كيما هذه وتشوف تخلط يعني تسيي الخلطه تاعي وتخبي دراهمها في شحيحه وبصح تنساهم تخبيهم دير روحك اللي شراتهم هذوك لي برودوي هذا فورس اكسبريس هذا اكل هذا ما عباليش فيغور كيما انا ما كاين والو هذاك فيغور اي تو سا تسيي تحطهم في شحيحه ومن بعد تشوف 2 موا 3 موا 4 موا 6 موا اللي صبرت وتشوف بهذوك الدراهم واش نقدروا نديروا انا وياكم الحوايج اللي ما كنتيش تقدري تشريهم صدقيني تشريهم وتفرحي وتدعيلي انا هذا دوكا كي نكمل نهضر معاك على لي برودوي نروح قدامك نغسل به يعني الحطب ديالي تاع لي ليمون وتشوفي كيفاش هذا تستعمليه للخامه الفريجيدر من برا من الداخل في الصال دو بان هذا الخل يطهر يا ناس نو سولمون ينقي يزيد يطهر كيما الديتول انا زمان كنت نشري الديتول انا قبل ما رحت لهذا كنت ما شوفني مني من نروح ديريكتومون للديتول ديتول كاين سبيسيال كويزين كاين ديتول سبيسيال يعني سال دو بان دوك ما جلي تروف بلو على بي ان صافي لونتوم اللي حوست عليه راني نستعمل هذا انا الديتول ما نكذبش عليكم ما نستغناش عليه مطهر ما كاش فريمون افيكاس جو بي في كونفيونس كنا نشوف هذاك الديتول اللي جي بور كنت نديرو شويه في الماشينه لافي شويه في البيدون تاع المسح دوكا مسحونا فمنا ما كاين والو الوغ كيما تفهمنا تحدي نسيو كامله ان شاء الله مع بعض وسيو واش راني نقول لكم اي فو زالي فوا واش راح تيكونوميزيو بون دوكا راح نهضر معاكم على المنتجات هذا قلت لكم بصح اللي ما تقدرش تشري از جاكس دير شيبا هذاك اللي نغسلو به المعن ولا اغ ملتي سيرفاس تاع لي كل الاسطح وتسيق يعني توجور الخل صدقوني وحده ينقي نبداو بالمنتجات اللي انا نسيتهم ونعطيكم رايي فيهم فورس اكسبريس انا بالنسبه ليا سي لو ميور برودوي بور زجاج هايل ما يخليلكش لي ريور يعطيك الزجاج ديالك ولا المرايات ديالك يوليو يبرقوا سيت لا امير سيت هذا انا قلت لكم عليه ما عجبنيش كيما انا بور ما فورس اكسبريس سي لو ميور دوك كيما نلقاش عندي الخلطه ديالي تاع الخل وشويه ما نزيد ندير له شويه تاع كاش معطر هكذا ويمسح لي الزجاج يرجعه لي يبرق هذا وخلاص لي صافي لونطون غارديتو غير باش نهضر لكم عليه فيغور ultra dégraissant, c'est un produit français avec numéro 3 coup de barre ديالو مي pour moi il est nul عادي واش عنده حاجه مليحه عنده لودور ولا ما كاش هذا اللي هذوك الناقيين تنيتهم تشعل ويزيدوا يديروا جست برك الحيوط يديروا لها جست هذا بور جست هذا ما كان اما كاش ما عندك دود كاش ما عندك هذا ما عنده ما يقضي لك يا اختي دراهمو فريمون خساره بون ما علينا باسون اوتر شوز هذا شامبوان تابي موكات هذا شيتو كي يعني سي لو تيتر لي ما يعني اتيري وي مليح نغسل به لي تابي تاع الكوزينه نمسح به راني درت لكم دايوغ عليه فيديو على كيفاش نغسلو به لي فوتاي تاعنا نديرو لي تابي اون جينيرال هذا مليح يا ريان اتير اسمو لو شفتوه كاترونا قالك ينظف يزيل البقع يزهي الانوان ويعطر ونساو برك يزيدوا عن واحد وحد اخر والصحه تانيك هادو وحدهم ما يديروا والو لازم تجبدي شويه فوالا واش عندنا وسي توب هذا هذا هو اللي نلمع به كيفاش حنا الموبل كسا سوا تاع لا بيبيوتيك ولا تاع سورتو الكوزينه سورتو الكوزينه امبوسيبل نروحو نستعملو البرودوي اللي نقي الحطب بلا ما نديرو لو برودوي لي ديغريس لي نحي الدهون نحو قبل الدهون الله ديجا غير نحو الدهون تولي الحاله تبريه شويه كي نحبو نزيدو لها اون بريونس توب انا ما نستعملش انا هادوك كان بليز كنت نستعملو زمان بصح الفابو ديالو ما نجي نكمل القرعه الفابو يفسد من تماك ما وليتش نشريه كان كاين بليز هذاك فابو قرع اللي درت لكم به كيفاش نعطر الملابس هذاك ماهوش اكزيستي في السوق سينو راني توب هايل رخيص ومتين فوالا واش كاين تانيك ديتول راني عبالكم راني تال ما شكرت لكم فيه غير نروحو نخطبوه يعني سما ديتول يا ريان اتير واش كاين اوسي كاين هاد البرودوي المعجزه هاني نوريه لكم هاكا نقربه لكم شوفوه مليح واسمو ميستولا ماكسي فورما انتي كالكار هذا سي ان برودوي ترك هذا اون امي اللي هداتهولي يعطيها الصحه مدت لي واحد هكذا واحد تاع الكوزينه
على بالها بلي كان نموت على المنظفات، مي يا غيان ادير هايل. حوست عليه بارتو ما لقيتوش. مره كي ما كنتش قاصداتو في كارفور، رحت الكارفور لقيتو. Ça m'a fait vraiment plaisir, mais je les touche parce qu'il est, je crois qu'il est un peu cher. Bon, il est 39 ou là, je crois 30 ou là 35000. بصح هايل. عندنا دي برودوي شابين، بصح على بالكم هادو الاستعمالات اليوميه دقيقه يخلصوا نقعد نخدم عليهم انا. هادو كاين البديل والحمد لله. فوالا اوسي جيف، شكون اللي ما يعرفش جيف؟ هايل لي زورجونس، مليح يكون تكوني مزروبه، خلاص لك الخلطه تاعنا خلاصت. واللي ما يحبوش يكسروا راسهم تاني كجيف كويزينيير، تغسلي بها يسمى الفوق ولا هايل. مام لافابو هنا العيون، انا العيون هذيك الخطه تاع الكريستو ما نبدلها بحتى حاجه. هذه هي. كاين هذا، والله جيم با كريتيكي لي برودوي، بصح يعني اللي جربته انا كي شفتو برو ديال بوليش، شفتو سورتو فيه لودور جاسمان تاع الياسمين، شريتو طمعه مي كي جيت والو. يجيب لي ربي يزيد يضبب الماب، هاوليك شوف مازالها معمره ما نقدرش نستعملو. وين نمسح به يضبب ما عجبنيش، ردو بالكم تشروه. فوالا واش كاين تاني كوسي لي برودوي لي نستعملهم ولي شريتهم. هذا وريته لكم ديجا، هدايا اللي عندها كيما العيون تاع سال دو بان تاع تواليت، كي يعود الكالكير مر العيون ويكون يابس، الفايونس يكون معمر بلاكوش تاع الكالكير وفوقها الدهون والوسخ، ديروه وخلوه ونساوه، زيدوا واحد النص ساعه ساعه وروحوا حكوه تدعوا لي. هايل. هذا مزيل الغبار، تقولوا لي ما بينه وبين توب نقول لكم توب خير بدون تعليق. عندنا هذا ميتيو سيرفاس تاني، قال لك يطهر يزيل الدهون مليح، الريحه ديالو تريح جافيل مليح متوسط يعني بامال. دوك كاين فرق ما بين الناس اللي عندهم لونتروت يعني يسمى مالفين، ينقوا كامله كيزيدوا اي برودوي يجيهم مليح، بصح كاين الله غالب اللي تربي، كاين اللي مريضه، كاين اللي مشغوله، كاين اللي تراكم عليها، لازمها وحده يعني برودوي يكون شويه. هذايا تفابوريزي تسنى شويه من بعد تروحي تغسليه. عندنا اوسي العملاق، انا العملاق دايما دايوغ هذا لومبالاج تاعو نستعملو في شحال من حاجه، نبا كنوري لكم كيفاش نستعمل يعني هاد البلاره ديالو. هذا هايل. كيفاش ندير؟ كي نجي نمسح ندير شويه عملاق وندير الخل. الخل اللي سقساتيه على دال دو سول ما كاش حاجه مليحه، رخام ولا دال دو سول، على بالكم رخام ولا دال دو سول كنت تبداو ديروا في الجافيل وتخلطوا في لي برودوي بالوقت بالوقت يبداو يشهبوا لكم. الوغ شويه عملاق ما كثرش باسكو يدير الغاوي، ولهاد الحوايج اللي يبريو يفو با تكثروا الغاوي. هذا باغ كونطخ واش مليح كي ديروا نيتواياج تحت لي بوتاجي في لي زيليمون تاعكم من تحت توسا، ديروه في شيفونه وجوزو، على بالكم لي زانسكت الحشرات ما يدوروش كامله باسكو فيه الريحه قويه، النمل ما يدورش كامله بكم. والريحه تاع الريحه تاع العملاق ريحه النظافه اللي نحبها انا، ما نحبش ريحه الجافيل على بالكم، سورتو كي نغسلو الجافيل ونغلقو هذيك الريحه تغمني ما نحبهاش. هذا كي تمسحو به وتغسلو به وتفتحو تواقي والله صدقوني ما على باليش ريحه النظافه. فوالا هذا مكان بيان سور لازم يكونوا عندنا هادو تاع الغبار وهادو اللي توجور نديرو باطا ونحطو فيها يعني سنيتقه ولا باطا اللي تخدموها نتوما ولا يكونوا باينين. هادو مال انا عندي منهم بلان لي نمسحو بهم الغبره واللي نلمعو بهم كيما انا لي زيليمون، نستعمل هاد لا ماتيير هادي عندي منها في كاع لي كولور. مام الرخامه الفريغو ديالنا هادو هايلين ما نباليش ولا راهي تبان، شوفوا راهم يتباعو بارتو اي سون ديسبونيبل. هادي هي، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، دوك نروحو ديريكتومون نمسح قدامكم لي ليمون وتشوفوا. هاوليك هنايا سهل الاستعمال، نفابوريزيو لي ليمون ديالنا ونبداو نحكرو فيه هكذا. راني درت لكم لا لوميير باش تشوفو تنسيستيو، ولا عندكم لي كوان كيما هنايا هنايا واللي عندها ترسبات ولا تستعمل هنايا لا بروس ادون تنسيستي على لي كوان لي فيهم لا غريس، ولي تعود هكذا اون فوا باغ سومان تجوز ولا دو فوا باغ سومان يقعد توجور ليليمون ديالها انتاكت، يعني ماشي حتى تعود تستعمل في لابروسا دون ولا. هاهوليك هاهوليك يعطينا نظافة اللي تفرح القلب. هاهوليك هنا ما تنساوش كيما لي بواني هنايا، انا شوفو تالمو حتى حالو كاملة كنغسلهم، ما منا الماب ديالي كلي شوية ضبب تالمو نحكو
تغفلي برك خلاص. انا هكذا دوك نخليه ينشفغ شويه وتما كنستعمل الطوب. ما على باليش ولا راكو تروماركي. وشوفوا لا ديفيرونس ما بين هذا الباب وهذا الباب. هذا الباب راهو يبريي بورتو مازال ما درت والو. يسمى تقدروا تلمعوا به وحده بلا ما تزيدوا له البوليش. هاوليك هاوليك يبريي لاباس به. ولا حبيتوا يعني ان ترافاي يعني متقون بيان سور تزيدوا توب هكذا. هذا للتلميع فقط. هاوليك هاوليك هكذا. كي تشوفوا لي زاليمون تاعكم يبرقوا المورال يطلع لكم هاهو هكذا. والريحه واش نقول لكم كساسوا تاع لو برومي برودوي ولا هذايا توب اللي حطه تعجبني لودور تاعو تاع نوا د كوكو. هاوليك ها ان شاء الله يبان لكم هكذا. هاوليك هذه هي الطريقه تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. و جو في با غاتي لوكازيون باش نشكر كاع المشتركات. على بالكم كي نعود نقرا في هذوك التعاليق صدقوني الحميشو كي دي فوا تدمعيني. واش نقول لكم يكثر خيركم وربي يحبكم كيما حبيتوني. وان شاء الله ربي يعيني باش توجور نمد لكم يدي ونعاونكم نعاونكم بشي اللي نعرفو ان شاء الله يا ربي. ومعليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.